أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 19/3/2020. محدثكم عصام اسطنبولي. نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، ليس هنالك أي أرقام اقتصادية اليوم خلال الفترة الأوروبية، أما خلال الفترة الأمريكية فسيكون هنالك حديث للسيد ترامب سيتحدث فيه عن التطورات الأخيرة في ملف فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وعلى كل الأحوال لا تزال الأسعار مدفوعة بالذعر القائم في الأسواق والإجراءات الحكومية التسهيلية لمواجهة الركود بسبب الإغلاقات الحكومية خوفا من تفشي الفيروس أو الوباء. على كل الأحوال من الناحية التقنية نلاحظ التداولات حاليا بالنسبة للجنيه الاسترليني والتداولات السلبية خلال الفترة الأسيوية ووصوله إلى منطقة الهدف الأول مرتين خلال هذا اليوم. حاليا الأسعار تتداول داخل المنطقة المحورية، لابد من كسر مستوى 1.16 لاستكمال الحركة الإيجابية على حركة الجنيه الاسترليني للوصول إلى مستويات 16.70. في حال كسر مستوى 16.95 فإن الحركة الإيجابية ستستمر إلى الوصول إلى مستويات 17.70. عودة الأسعار أقل من مستوى 15.70 يغير نظرة إيجابية محتملة لحركة الجنيه الاسترليني ويرجع يعيد النظرة السلبية للعودة إلى مستويات 14.95. وفي حال كسر مستوى 14.70 فإن ذلك يعزز أيضا النظرة السلبية للوصول إلى مستويات 13.95. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزور بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.